السلام عليكم اعزائي متابعين شركة ميكار اوتو لجار سيارات. مساء الخير على الجميع ان شاء الله. اخوان اليوم جانا لكم ببث جديد على جميع سيارات المتوفرة لدى شركة ميكار اوتو لجار سيارات. اللي يريده منكم مشاركة البث حتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين. اليوم راح نشرح من الخارج للداخل على جميع السيارات بشكل عام. اليوم سيارات اللاند كروز راح نبلش به لعشاق اللاند كروز الشكل القديم. لاند كروز موديل 21، سيارة كلش نظيف 100% نظافة خارجية وداخلية. سيارة موديل 21 جي اكس محدث جي اكس ار، طبعا هذا البريمي الجراند تورينج جي اكس محدث جي اكس ار جراند تورينج، 6 سلندر محرك 4000. سيارة ماشي فقط 11000 كيلومتر او 12000 كيلومتر. السيارة بها زراق لايت، 8 ايرباج، لايتات زينون اسود، لحاية امامي خلفي، ويلات المقاس الكبير، دوسة جانبية موجود، بصمة لجميع البيبان، بصمة لجميع البيبان، بالإضافة إلى كوشنات كهربائية وبها منفخضة. طبعا بالنسبة للسعر مالتها 6 شدات و90 ورقة كامل مكمل جي اكس محدث جي اكس ار بريمي 8 سلندر. وعليكم السلام أستاذ يوسف، يا أهلا وسهلا أستاذ عمر. أخوان الموجودين بالبث أريد منكم تكتبوا لنا تم بالكومنتات وتسوونا لايك، خلي يصعد الفيديو. بالنسبة للسيارات الرياضية عندك سيارات الام جي 6 فئة التروفي الفول مواصفات اللي تنطيق قوة حصانية 173. السيارة بريطاني تجميع صيني، سيارة حاليا صار هواي مرغوب بالسوق، وهذا السيارة اللي يشبهوها بسيارات المرسيدس، باوع اللايتات الخلفية الموجودة هنا. طبعا راح نشرح عنها بالتفصيل بس ندخل لداخل الصالة. طبعا السيارة حساسات خلفي أمامي، ويلات كروم، ديزاين داخلي رياضي، بصمة للبيبان الأماميات، بسعر دفتر 85. بالنسبة لسيارات الباجيرو سبورت، باجيرو سبورت موديل 20 لون أسود لعشاق اللون الأسود، سيارة بحجم البرادو، سيارة فول، سيارة مستعمل وهمينا مكفولة كفالة عامة، سيارة بدون صبغ ماشي 13000 كيلومتر بسعر 3 دفاتر و40. طبعا الأخوان بالنسبة للأسعار إن شاء الله قسم المبيعات ما يأثر وياكم ينطوكم أسعار مناسبة. طبعا السيارة شاشة دشبول الكتروني، كوشن كهرب، جلد قرميدي، 3 قطع تبريد، ويلات كروم، والشاصي الموجود من البداية للنهاية. بالنسبة لسيارات البيك اب، جميع سيارات البيك اب الهايلوكس متوفرة. تريد الشكل الجديد ال 23 6 سلندر الكت الرياضي مع شركة ساس، متوفر موجود حاليا بأسعار مناسبة. اليوم تاخذ هذا السيارة بأربع شدات و 18 ورقة ويا الرقم. هذا السعر أتوقع مع الأيام القادمة ما راح يتكرر. الشراي خليه يتواصل، خليه يحجز السيارة. اليوم أكو فقط سيارتين باقي، سيارتين 6 سلندر 23 من شركة ساس ضمان 3 سنوات. بالنسبة للتك اللي عنده شركة نقل، اللي يريد مساحة خلفية واسعة، سيارة عنده مثلا شركة نفط أو شركة مقاولات أو مثلا مواد غذائية، هذا السيارة تفيدك. أو مثلا ممكن شركة مياه، هذا السيارة تفيدك. جير عادي 4 سلندر 2700 موديل 23 ضمان 3 سنوات من شركة ساس بسعر فقط دفترين و93 ورقة ويا الرقم تستلم هذا السيارة. شكرا لك أستاذ سالم وأستاذ أبو سعد على التعليقات مالتكم. أخوان بدنا همتكم لعشاق السيارات الكورية، حاليا موجود كيا سبورتاج موديل 21 لون سيلفر نص مواصفات، سيارة همينا ما بها أي صبغ، وماكينة وجير سليم 100%. سيارة تجي بها وضعيات للقيادة، دوسات جانبية ثابتة، عندك الويلات الكروم 18، حساسات خلفي، سيارة بصمة طبعا سويتش العفو، شاشة وكاميرا، بسعر دفترين و40 ورقة، دفترين و40 ورقة. سيارة سبورتاج 2021، سيارة ماشي فقط 12 أو 13000. طبعا هينا محبي سيارات الكوري، سعرها جدا مناسب حاليا، بسعر دفترين و40 تاخذ سيارة سبورتاج 21، سعرها مناسب. بالنسبة لسيارات التاهو، التاهو متوفر المرغوب العلامة السوداء LSLT موديل 23 مع ضمان شركة المنصور 3 سنوات. ال LS الأقل مواصفات، سعره 6 شدات و35 ورقة ويا الرقم. أما بالنسبة لل LT سعره 7 شدات و75 ورقة ويا الرقم وضمان شركة المنصور، هذا أهم شيء، والويلات البلادي مالتها ماكو بيها أي شيء مبدل. أما بالنسبة للبريمير، موجود البريمير الفول واحد على واحد، الجكات، الداتا شو، العلامة السوداء، بسعر من شدات و25 ورقة ويا الرقم.
طبعا اخوان لا تنسوا الموضوع بالنسبه للسعر، اتواصلوا ويا قسم المبيعات، كل شيء بالحياه اكو بيه معامله، ممكن ينزلوا لك بالسعر اذا كان بمجال، اذا ما كان بمجال انهم يقفلوا عليك. وان شاء الله ما نقصر وياكم. خلينا ننتقل لداخل الصاله. بالنسبه لسيارات الهايلوكس 6 سلندر، هايلوكس 6 سلندر الشكل الجديد الكت الرياضي موديل 23 ضمان 3 سنوات مع شركه اساس. خلينا نشرح عن الفروقات بينها وبين السعودي والكويتي او الجي ار. طبعا السياره كمواصفات هذا يجي اكثر من المواصفات الجي ار، هذا يجي كوشنات تبريد، الوحيد اللي يجي كوشنات تبريد. اما بالنسبه للجي ار ما يجي بيه كوشنات تبريد، يجي بيه كوشن كهرب ولكن يكون عمل مو بلادي، البلادي ما يجي كهربائي. هي واحد. ثاني شيء السياره الوحيده اللي يجي بيها ضمان 3 سنوات مع وكاله العراق هو الساس او الجيهان، لكن بالسوق العراقي هو الساس المرغوب. انا صراحه ما اعرف ليش السبب، ولكن اسم ساس اقوى من الجيهان. عندك هنا ملصقات الهايلوكس الخاص بال23، الويلات البلادي، الكتات الرياضي. عندك اذا تريد مثلا هوك خلفي نخلي لك هوك خلفي، تريد الجنح الخلفي نخلي لك الجنح الخلفي، تريد الشباك الامامي همين نخلي لك الشباك الامامي. هذا الشيء الموجود فقط بسيارات الجي ار هو الكماليات الخارجيه، ولكن اذا نحن لازم نخلي لك الجنح الخلفي هذا الحديد اللي بالوسط كلاته لازم ينقص. هذا شيء اكو ناس ترضى به اكو ناس ما ترضى به، فاحنا تركنا هذا الموضوع على حسب ذوق الزبون، يريد الجنح نخليه، يريد الهوك نخليه، ماكو عندنا اي اشكال، شلون يريد الزبون احنا نمشي. بصمه للبابين الاماميات، يدات نيكل، هي الدواخل مال السياره، التبريد المركزي موجود، الكشنات القماش، البقلاوه، الخمري، عندك الادوات بالكامل، اشارات الترحيب، اليدات النيكل، البصمه، العفو، الجامات جميعها اوتوماتيك. خلينا نشوف الدواخل. طبعا المرايا شفط، جميع الجامات اوتوماتيك. عندك هنا تحكمات الستيرن الجهتين، كروس السرعه، شاحن الوايرلس، بالاضافه الى نظام الباور ونظام الايكو، وايضا عندك هنا جير ماوس التحكم بالدفع، التو اتش للطرق السهله، الفور ال ال سي، الفور اتش العفو للطرق الصعبه، وعندك الفور ال ال سي هذا للطرق الصعبه العميقه مثل السلوج، الرمال، الطين، تقدر تستخدم هذا الخيار. وملاحظه جدا مهمه، لما تخلي هذا الخيار يفضل السياره تكون واقفه ما تمشي وحاطط الجير على البارك او الان، هذا جدا مهم حتى لا تضر الاكسل مال السياره. نظام قفل الاكسل، مانع الانزلاق، الدقن مال التبريد، ومنفذ يو اس بي، وايضا عندك طفايه الحريق المثبت البلادي مال الوكاله. استاذ ابو عوف بالنسبه للسعر مالتها 4 دفاتر و18 ورقه ويا الرقم، تستلم سياره مرقم كامل وياك معقب معاملات يسوي لك الاجراءات بالكامل اللي عليك انت تبصم وتستلم سنويه. ولكن اذا بدك انت قررت على هذه السياره اتواصل ويا قسم المبيعات، احجز سيارتك قبل لا تجي لانه هواي عليهم طلب. هذا السعر ما يتكرر اخوان، 4 شدات و18 تستلم سياره صافي. خلينا ننتقل لسياره بيك اب فقط مال شغل، ال200 سياره هسه اليوم مرغوبه بالسوق العراقي، ال200 ناصي دبل قماره بسعر مناسب، سياره اقتصاديه بالوقود تفيدك بالشغل، عمليه عمرها طويل، تبريدها ثلج، قصتها ناعمه، بسعر فقط دفترين و22 ورقه ويا الرقم. سياره ما بيها مواصفات اكيد لانه هي السياره فقط خصصت للشغل، 4 سلندر 2400 بسعر دفترين و22 ورقه ويا الرقم. شكلها حلو، ديزاينها جميل، مري ويدات نيكل، ملصقات ال200 الموجوده، تريد غلاف البضي نخلي لك غلاف البضي، شيء رمزي جدا. هذا اليد الخلفيه، هذا الاشاره الليزريه. الدواخل مع سيارات المتسوبيشي اخوان بشكل عام تجي واسعه اكثر من سيارات التويوتا، هذا الشيء اللي يميز متسوبيشي، تنطيك اريحيه بالقياده، تنطيك مساحه واسعه داخل. هسه اصعد بالهايلوكس، اصعد بالمتسوبيشي. طبعا الفخامه بالنسبه لمواصفات الهايلوكس، ولكن كراحه ومتعه قياده وعمليه عندك سيارات المتسوبيشي. تحكم ستيرنج جهه يسار، تحكم بالمرايا كهربائي، مانع انزلاق، مسجل بلادي، جير عادي بنزين، محرك 4 سلندر 2400 موديل 23 طبعا وضمان 3 سنوات. خلينا ننتقل لسيارات المونتيرو سبورت السبع راكب. اخوان الموجودين بالبث اكتبوا لنا تم بالكومنتات، سووا لنا لايك، خلي يصعد الفيديو ويوصل لاكبر عدد ممكن. شكرا لك استاذ ابو النون، وشكرا لك استاذ جبار على التعليقات مالتكم. اليوم اللي يريد سياره بحجم البرادو سبعه راكب، همينا سياره عمليه، قصتها ناعمه، صار بيها شاصي،
ما عاد اكو بيها المشاكل القديمه مال انه شاصي طصه مزعجه وتبريد يبوخ، هذا وارد خليجي، هذا بيها شاصي من البدايه للنهايه، هذا السياره فول مواصفات، كت رياضي، عندك شباك امامي اسود، لحايه امامي خلفي، ويلات كروم كحل اسود، هي الكتات الموجود، هي الملصقات مال الشكل الرياضي موجود. اما بالنسبه للشكل الخلفي، لحايه خلفيه موجوده وتطعيمات اللون الاسود على النيكل الخلفي موجود. سياره واحد على واحد بالمواصفات، سعرها فقط 3 دفاتر و75، وحتى من دون على مصاريف، هذا الرقم الجديد مالتها، ماكو عليها مصاريف تحويل رقم او شيء. كوشنات ماروني، عندك فتحه سلايد، 3 قطع تبريد موجود، تتحكم بالتبريد من هنا. تريد تدخل شخص للخلف عن طريق هاي الدقمه الموجوده هنا، تثني الكوشن بالكامل وتسهل المرور للجهه الخلفيه. شيء جدا راقي، شيء راقي. عندك هنا منفذ كهربائي 220 بالخلف، اليدات نيكل، بصمه للبابين الاماميات. عندك هنا الشاشه الدشبول الالكتروني، سياره ماشي 6400 كيلومتر، ولكن صاحب السياره كان معتني بها هوايه بالكامل. سياره نظافه 100% خارجي وداخلي. عندك بصمه، مرايا شفط، عندك مانع الانزلاق، الحساسات، جير شفتات للقياده الرياضيه، شاشه بلادي، كاميرا خلفيه بلادي، جير ماوس للتحكم بالدفع. كمان نفس الملاحظه مال الهاي لوكس بالنسبه للفور ويل، همينا نفس الشيء، تكون مخلي السياره واقف مخلي الجير على البي او الان. نظام مساعده على نزول المنحدرات، هاند بريك كهربائي، اوتو هولد، جير من 8 نمرات. تاخذ هذا السياره فول مواصفات، واحد على واحد الكت الرياضي ب3 دفاتر و75، وهي من يمي همينا احسم لكم اياها ب3 شدات و70 تستلم هذا السياره. شكرا لك استاذ محمد واستاذ ابو علي، الله يسلمكم جميع اخوان. هي بالنسبه للتاهو ال اس، خلينا نشوف الدواخل مال التاهو. طبعا كلنا نعرف الخارج مالتها، خلينا نشوف الدواخل. طبعا هذا اللي يجي بيه ثلاجه مركزيه، هذا اللي بيجي كوشن كهرب ومنفاخ للظهر. عندك هنا رادار تحديد مسار، مانع انزلاق، حساسات، اوتو هولد، هاند بريك كهربائي، رادار مانع تصادم امامي، كروس السرعه، الاتصالات والاوامر الصوتيه، شاشه، كاميرا خلفيه. عندك هنا التحكم بالتبريد والتحكم بالشاشه، ثلاجه مركزيه موجود، تشغيل عن بعد، هي المواصفات موجود بسعر 6 شدات و35 ورقه ويا الرقم. شكرا لك استاذ محمد، وشكرا لك استاذ ابو سجاد، الموفقين للجميع ان شاء الله. حاملات الاكواب، سياره واسعه، سياره مرغوبه بسعر مناسب كسياره مثل سياره التاهو 8 سلندر، نفس المحرك والجير، ان كان فول ان كان نص ان كان اقل. بتاخذ هذا السياره كشخه بالشارع صراحه بسعر 6 شدات و35 ورقه. خلينا ننتقل لسيارات الكامري يا عشاق الكامري. كامري ليميتد متوفر، والكامري الجي ال اي متوفر، الفول فول متوفر، والمرتبه الثانيه همينه متوفر. هذا الكامري، هذا الفول، هذا الليميتد، هذا الماكينه 6 سلندر، هذا اللي يجي فتحه سلايد بانوراما على الكامل، هي هذا اللي يجي كوشنات تدفئه، كوشنات كهربائيه الاثنين، اشارات الترحيب عند فتحه البيبان، 3 وضعيات للقياده، ايكو سبورت ونورمال، اوتو هولد، شاحن وايرلس، بصمة، تحكمات ستيرن جهتين، مراية وسطية عاكسة للضوء، فتحة سلايد بانوراما، بالإضافة إلى نظام إيرباك بها هواي من الإيرباكات، إن كان للأمام وإن كان للخلف، وكشنات جلد وتبريد مركزي، وسيارة 6 سلندر، ويا الله، سعرها 4 دفاتر و10، موديل 23، 4 دفاتر و10 ورقات، موديل 23، هذا بالنسبة لفئة الليمتد. أما بالنسبة للجي ال إي، سعره 3 دفاتر و35، 3 دفاتر و35 ورقة. طبعا كوشنات قماش، بها شاشة وكاميرا، بها بصمة، ماكينة 2500 4 سلندر، إشارات الترحيب موجود، كوشنات كهربائية، تحكمات ستيرن جهتين، وضعيات القيادة ما موجود، وشاشة وكاميرا موجود، بسعر 3 دفاتر و35 ورقة. خلينا ننتقل لسيارة ثانية، خلينا ننتقل لسيارات اللي شبهوها بسيارات الرانج روفر، سيارات الاوتلاندر الشكل الجديد ال 23، والله على سيارة الاوتلاندر. اوتلاندر فخامة، الاسم تكفي. ياباني اصلي، هي اولا، هي اهم شيء. ياباني اصلي، ميد ان جابان. سيارة تعتبر كمواصفات نص، سيارة
راقية، شاصيها نفس الشاصي مال سيارات المرسيدس، نفس القيادة مال قيادة المرسيدس، بالسرعات العالية تنطيق ثباتية، تبريدها ثلج، بيها اثنين بنكة مال تبريد، هذا شيء أكيد، وارد خليجي وبيها ضمان 5 سنوات. عندك مواصفات كلها LED، حساسات أمامي خلفي، ويلات كروم، مرايا شفط، شاشة، كاميرا دوارة، كشنات جلد وكشنات كهرب، وجير من 8 نمرات، وايضا عندك اول ويل درايف وجير ماوس التحكم بوضعيات القياده، 6 وضعيات القياده. وعليكم السلام استاذ يوسف، وشكرا لك استاذ خالد على تعليق مالتك، واستاذ محمد بالنسبه للاقساط التعامل فقط نقد اخوان. استاذ عمار بالنسبه للبيكا بالناصي المتسوبيشي الدبل قمارة الموديل 23 بدون رقم دفتر و95، دفتر و95 ويا الرقم دفترين 22. واستاذ عمار اتواصل على اي رقم من الارقام الموجوده بالبث وقول لهم اريد توفيق من قسم المبيعات وان شاء الله ما ياثر وياك بالنسبه للسعر. بالنسبه لالوان الاوتلاندر الاسود موجود، الماروني موجود، النفطي موجود، وايضا الابيض موجود. الدواخل همينا نفس الشيء، عندك هذا الاسود داخل ابيض او داخل كريمي. طبعا الستيرن كهربائي، طبعا الشاشة بلادي بتدعم نظام الابل كار بلاي، عندك جير شفتات للقيادة الرياضية خلف الستيرن، تبريد مركزي موجود، 7 ايرباك للامام والخلف، كشنات كهرب، بصمة، الترايش الموجودة على السقف، طبعا شاشة الدشبول بالوسط تجي الكتروني، هواي من الانظمة الموجودة داخل السيارة. طبعا شوف كواليتي المواد العالي موجود بالدشبول. عندك تحكم السيرن جهتين، كروس السرعة، الاتصالات، الأوامر الصوتية بالكامل موجود. هذا بالنسبة ل اليوم اكو عروض على سيارات المتسوبيشي. هذا السعر كان 3 دفاتر و45 ويا الرقم، اليوم تاخذ هذه السيارة منا لاخر الشهر طبعا هذا العرض ب3 دفاتر و35 لكل الالوان، 3 دفاتر و35 تاخذ هذه السيارة ويا الرقم. بالنسبة ل 22 اكو الفول واكو النص، الفول بدفترين و90 كان سابقا، هسه 85، اما النص دفتر و67 تاخذ هذا السيارة مرقم كامل، كشنات تدفئة، كشنات كهرب، شاشة بلادي، كاميرا خلفية بلادي، محرك 2500، 181 حصان، شكلها حلو، 6 سماعات، مرايا وسطية، عاتمة للضوء، فتحة سلايت، 4 ايرباك امام وخلف، 3 وضعيات للقيادة، كشنات هيتر، اوتو هولد، هاند بريك كهربائي، طبعا مرايا شفط، وجميع الجامات اوتوماتيك وتبريد مركزي، وسيارة واسعة، وياباني اصلا. وضمان 3 سنوات، ويلات كروم مكحل اسود 18. حبيبي استاذ محمد انت الذهب حبيبي. اخوان اللي عنده سؤال او استفسار يكتب لنا بالكومنت، لا احد يتردد، اكتب بالكومنت السؤال اللي يخطر ببالك انا اجاوبك. استاذ جليل بالنسبه ل وعليكم السلام، اذا تحكي على سيارات الاوتلاندر طبعا شاصي، من كان سيارات جميع سيارات المتسوبيشي حاليا كلها بيها شاصي ما عدا الباجيرو، الحبتور الشكل القديم هي اللي تجي الوحيده اللي بدون شاصي. خلينا نشوف الماكينه مال سيارات الاوتلاندر 22. ماكينه 4 سلندر مايفيك، مايفيك ارقى محركات المتسوبيشي اخوان. عندك هنا العوازل الموجوده بالداخل على الاطراف ان كان جهه يمين يسار، هذا كلياته ليخفف من الضجيج داخل المقصوره الداخليه. عندك هنا همينا العوازل الموجودة بالبونيت، سيارة راقية بسعر مناسب. اليوم سيارات اخوان كياباني وضمان ووكالة بسعر دفترين و85 فول مواصفات، والله سعرها بلاش صراحة اذا نقارنها ويا السيارات الموجودة بالسوق خاصة الكوري، وماكو مقارنة بين الكوري والياباني. عنواننا اربيل تقاطع مخمور قبل شركة البيبسي. اي سؤال او استفسار لا تنسوا تتواصلوا ويا قسم المبيعات على الارقام الموجوده بالوصف. استاذ عبد العظيم بالنسبه للبيك اب جير اوتوماتيك يجي فقط غاز فور ويل، يعني عالي اوتوماتيك غاز، ما يجي بنزين بسيارات المتسوبيشي، ولكن ان شاء الله بالايام القادمه راح يجينا اوتوماتيك غاز موديل 23. واخوان اللي عنده سؤال او استفسار او عنده صديق يريد سياره من هدول السيارات لا تنسى تسوي له تاج بالكومنت، خلي يشوف مواصفات السياره مالتنا، خلي يشوف السيارات الموجوده لدى شركه نويكار.
أعزائي متابعين شركة ويكار أوتو لإيجار السيارات، شكرا لحسن المتابعة.